السلام عليكم، اهلا وسهلا باغلى وارقى متتبعات صحباتي الزوينات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف العاده نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الفيديو ان شاء الله نتمنى يعجبكم. غنبدا معكم باول حاجه، مشتريات اللي خديتهم. هتقول اليوم تهضروا مزال زايده في المشتريات. المهم ضروري البنات، كطرح لي دار جديده خصك مشتريات جديده. سبحان الله كتبغي ديري كتغيري الدار، تبغي المهم ولو حويجات بسيطه. منين مشيت لازرو ديك النهار، المهم شي حاجه خديتها من لازرو، شي حاجه كتخديتها من السخيرات قبل ما نجي، مازال ما حليت حتى شي حاجه، بغيت نشاركهم معكم وديك الساعه نرتبهم معكم. ايوا اختي نبداو بسم الله على بركه الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. اول حاجه خديتها البنات هما هاد القريعات، هادو هانتوما البنات، هادو هما اللي خارجين ديال الزيت. انا كانوا عندي ديك القريعات شحال هادي، نقول لكم واش 4 سنين ولا 5 سنين، كثر لا كثر قبل ما نحل القناه في اليوتيوب. هما عندي ديك القريعات اللي فيهم الاينوكس من لهنايا، صراحه كانت هرسات ليا وحده وبقات ليا وحده، صافي بقيت كنستعمل غير وحده. ومن دابا عطيتها لماما وخديت هاد الجوجات هادو ديال الزجاج البنات، وجايين باش عجبوني فيهم هكا هاد الغليقه هادي ديال العود. وهانتوما راه كي كتشوفوا محكمه الاغلاق، وفيها هاد باش كتديها في الميمه ديالها هكا. شفتوا البنات كيجيو زويونين في هكا في الحطه عندنا، غادي يزيدوا يعمروا وحده بالزيت البلديه وحده بالزيت الروميه، ان شاء الله راه غادي يجيو زوينين باينين. مهم ما بغيتش ناخذ دوك الكبار، كاينين كبار من هادو، كاينين كبار منهم وكاينين هادو، كاينين هاد القياس الصغير. هادو انا بركه حيت كتعمري غير شويه صافي على ما كتسالي وتعاودي تعمريهم. ديك النهار فاش كنت مع زكيه كنت بغيت ناخذهم، ولكن ما لقيناهمش، لقينا وحدين دوك اللي كيقول لهم القراعي المعفرين، هادوك هما اللي لقينا. ما عجبونيش دوك اللي هاد القنوفه ديالهم جايه طالعه بحال هكا، ما عرفت كي دايرين، ما عجبونيش الصراحه انا هادوك. هادو هما اللي كنت باغاهم، اللي لقيتهم هادو في ازرو، لقيتهم عند واحد مول الماعن صافي، وانا ناخذهم من عنده. مهم جايين زويونين، تنشوف علاش نحطهم ان شاء الله. ثاني حاجه خديتها البنات هي هاد الشبيكه ديال الماعن. بالنسبه للشبكه ديال الماعن اللي كانت عندي في الكحل، راكم عارفينها كتعلق، ديك اللي كتعلق فوق البوطاجي. المهم هذيك حتى هي راه عندي من شحال، هذه كتعلق ملي كتغسلي الماعن. راكم عارفين دابا انا مع الماكينه ما كنغسلش الصراحه بزاف ديال الماعن، واخا الماكينه حاليا دابا وليت كنغسل الماعن حيت الماكينه مازال ما انستاليتها. دابا نوريكم كلشي البنات. المهم ديك الشبكه اللي كانت عندي الاولى، هذيك البنات كتعلق فوق البوطاجي فوق الروبيني. هنايا انا عندي الروبيني فوق منه السرجم، ما عندي فين نعلقها، وجايه طويله جايه كبيره، كانت جايني في الدار في الديور بجوج اللي كنت فيهم في السخيرات. هنايا عرفتها من الاول ما غاديش تجيني، وخديت هاد الشبيكه هادي من مرجان، هادي خديتها ملي كنا في السخيرات مشينا للرباط وخديتها من مرجان. المهم هي جايه في الكري، فيها الكري وفيها البيج وفيها البيض. كتبت لهم البنات جايه ما بغيتش ناخذها كبيره بزاف، هانتوما راه الحجم ديالها صغير ما كبيراش بزاف، على حساب كشويه ديال المعنه ديال المعلقات، وانا باش ما كيبقاش الماء كيسيح هكا فوق البوطاجي. هذه غتجيني بديك البليصه اللي حدا الروبيني، زعما غتجي مزيانه حدا اللي فيه غتجي مزيانه، وراح لي الهوا المهم ما تشتش البلاصه. وخديت كذلك البنات نوريكم الكيسان ديال الاتاي، صراحه بحال دابا هادشي البنات شوفوا ماشي زعما راه عندي وعاود خديت القراعي. فاش كنت في ازرق وتات عليا ماما عاتي قالت لي واش حنايا بغيناك تجمعي راسك، وانت هي قالت ما بغيتيش عفوا لك ربي من تشري ديال الماء. كنقول لها قراعي الزيت ما عنديش، قالت لي نعطيك عندي انا قراعي. قلت لها لا بغيت هاد وبغيت دوك اللي القراعي الزيت، بقات لي غير وحده صافي، قلت غادي نشري وحده اخرى اللهم نزيد نشري جوج. شكيه الاخرى هذه الشبكه الاخرى ما غاديش تجيني، اذا خصني ضروري شبيكه عاوتاني صغيره. بالنسبه للكيسان ديال اتاي البنات، الكيسان ديال اتاي حتى هما ما بقاوش ليا، وليت كنحط من كيف كنقولوا من كل فن طارب، كل هذا كنحط منها، بقاو لي دوك اللي ملونين منهم واقيلا شي ربعه، وليت كنحط من الكيسان ديال العنبه. وانا الكيسان ديال العنبه ما كيعجبنيش نجرب فيهم اتاي، هذوك كنخليهم انا غير العبار ديال باش كنعبر سنيده، نبغي نصايب كيك، نبغي نصايب حلوه وصافي. والاخرين ما بقاوش ليا منهم، واقيلا شي ربعه ولا كنكمل بالاخرين. اذا خاصني الكيسان ديال اتاي، وهادو كانوا محمقين من هاد الشكيل هذا كيجي فن. شوفوا هاد الكيسان كيقول لهم تركيين اللي كانوا شحال هادي، هانتوما غزالين وفنين البنات زويونين. هادو تشرب فيهم اتاي وتشرب فيهم القهوه. خديت باكيه فيها 6، حتى هادي خديتها من المرجان، كنت خديت هادي وهادي
هاد الشبكه شوفوا كويسات كيجيو زوينين. كيعجبني اتي ما كيعجبنيش الكاس يكون كبير، كيعجبني هاد التقده، التقده هكا كيجيو فيها مهم عجبوني، كيجيو فيها اتاي زوينين. ما كيعجبنيش انا اتاي، انا البنات ما كيعجبنيش اتاي يكون في الكاس كبير، وما كيعجبنيش اتاي يكون تكب لك الكاس وتعمرو حتى لهنا، كيعجبني غير شويه ماشي يكون الكاس عامر هكا. انا دايره كيعجبني اتاي ما يكونش عامر الكاس بزاف، والكيسان ديالو يكونوا صغيور. المهم انتما البنات هذه خديتها من مرجان. ايوا اختي وهذا البريري حتى هو حتى هو خديته هانتوما. هاد البرادة البنات عرفتو راه عند بابا عندنا في الدار حنايا مشحول هادي، واحد يقول لي عمرها سلعه ما عرفتوش غير صدق بحال داك اللي عندنا في الدار في ازر ولا لا، ولكن ما فيهش هاد الوريضات هادو، جاي سامبل فهاد اللون نيت عندنا في الدار داك خاص ديال بابا. بابا كيبغي يشرب اتاي بالزعتر، كيبغي كضرو المعده، كيبغي بابا اتاي حلو. مهم البراد ديالو انا عاقله عليه من زمان لحد الان، هو كيعجبو داك البراد بحال ديال السواقه. زوين كتلقاه عند السواقه في السوق مزيان زويون، كيشربوا فيه اتاي والله الا كتجي فيه التعميره يا سلام. واش هذا واش يصدق بعدا تقول لي والله البنات الا دقيقه انت هذا خديته من السخيرات. هذا البنات عجبني فيه الالوان، كاين هذا الباج، كاين الاحمر، كاين الزراق، كاين الكري، كاين الكحل، ولكن حيت عندنا في دارنا بحال هذا وشايفاه عجبني. وخديت كاين صغر من هذا وكاين كبر من هذا، انا خديت الموين هكا التعميره ديال اتاي في الصباح كيجي زويون. نوريكم شي مشريت اخر. المهم انا درت واحد درت داكشي كامل مكمول. شوفوا خديت هاد الصوينيه هادي اللي فيها حتى هي كانت عجباني، هادي اللي فيها الرجيلات هانتوما كتصاوب. هادي خديتها من ازرو البنات، هاد الصوينيه خديتها من ازرو، شي واخداها من الرباط، شي واخداها من السخيرات، شي واخداها من ازرو. هانتوما البنات خديت هاد الصوينيه، شوفوا لي اختي البريريت كي غادي يجي فيها، والكويسات يا لاله نفطروا في الصباح. انا كيعجبني اختي نجلس وخصوصا الفطور، راكم نتوما عارفين انا كيعجبني الفطور، نحط هكا معنات زويونين ونجلس نفطر على خاطري. هنا الفطور نقدر نزرف في الغداء، نقدر نزرف، ولكن الفطور سبحان الله العلي العظيم ما عرفتش علاش كيعجبني نفيق على خاطري ونفطر على خاطري. المهم ناخذ وقتي. هانتوما البنات شوفوا جات زوينه، هانتوما الكيسان والبريريد هكا في الفطور ديال الصباح كيجي يا سلام. المهم اختي الله مرحبا بكم، اللي بغات تشرب معايا كويس ديالاتين ونعمرو دابا. هانتوما البنات تعطوني الراي ديالكم في المعنات. نزيد اختي مازال ما ساليت، هذا خديته ديال اتاي البريريد ديال اتاي، وخديت اختي الطرموسه ديال القهوه. بالنسبه للطرموسات انا راه ما عنديش باش تعرفوا تقولوا فاطمه زرع عندها الطرموسه، كنبرر زعما كندير التبريرات باش ماما ما تتفرج هذا الفيديو اللي شفتو. الراجل اللي ما كيبغيش يشري الماء يعني هذا يقولوا فاطمه زرع عندها الماء. والله البنات ما عندي الطرموسات حتى ديال الضياف، والله ما عندي، عاد كنقول غادي نشري جوج طرموسات يكونوا زويونين ان شاء الله ديال الضياف، جوج طرموسات يكونوا شي حاجه زويونه تحط هكا للضياف. هانتوما اختي شريت هذا ديال طيفال كرافت، ماشي طيفال كرافت، ديال كرافت. هاد الترموس هذا فيه الكري وفيه الكحل، انا بغيتو في الكحل كرافت، حسب لي طيفال كرافت البنات. هانتوما هاد لاماركه راها معروفه. شوف الترموس حتى هو قد يداش صغيور عجبني، هذا غير ديال فهمتو هذا علاش شريته عاوتاني. هذا البنات كتعرفوني انا كيعجبني مره نشرب قهوه كحله، مره معشبه، مره معصره، مره اتاي، مهم كيعجبني النوع. بالنسبه للقهوه معشبه حتى هي كنشربها بزاف في الفطور، في الصباح كنعمر انا القهوه معشبه بديك الكاسرونه اللي عندي ديال الاينوكس، حتى هي كتطلع القهوه غزاله. غير هي ملي كنجي كنفطر كي قلت لكم انا كنفطر على خاطري كتبرد ليا القهوه البنات، فقلت غادي نبقى نديرها في هاد الطرموس هكا تبقى شاده السخونيه ونجي ونفطر على خاطري البنات. مهم هادي خديتها زوينه عجبتني، هاد الحجم هذا التقدا عجبني، المهم عجبني هذا القياس هذا. انا لا اتاي، انا في هذه القاعده تكون بحالي البنات، انا اتاي والقهوه الا ما كانوش سخونين 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 ما نشربهمش، خص يكون سبحان الله كيجيني بحال ما ماشي اتاي وماشي قهوه، خي يكون اتاي طالع زوين وقهوه طالع زوينه، ولكن خصهم يكونوا سخونين. في هذه القاعده كنبقى نوض نعاود نسخن. اذا اختي مازال ما كملت، هاي 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 اختي اتت جهزت داري من طقطقت. شوفوا لي عاوتاني هاد الطبيقه هذه ديال الخبز اختي التقليدي، داكشي التقليدي. شوفوا هذه خديتها اختي من مكناس، هذه خديتها من مكناس كنا خرجنا واحد السويقه، ايوا تقضينا هكا شويه ديال الخضره وهذا، وعجباتني لقيت عند واحد السيد كيبيع داكشي ديال الطين
وخديت هاد الطبيقه البنات، هانتوما ديال الخبز ديال الثوم، هانتوما غارقه، كتهز الخبز غارقه وتخلي دير الخبز في زويف وتلوي عليه كشي بلاستيكه وتخليه هنايا، كتحافظ على الخبيز ديالك. وهذه واخا تبقى فوق الطبله هكا، تبقى فوق الطبله البنات، كتجي زعما الشكل. انا كيعجبني هادشي التقليدي، راه شوفوا واخا كنشريو هادشي التخربيق هذا اللي سبحان الله كيبقى داكشي التقليدي، هو التقليدي، هادشي ديال الدوم، داكشي ديال العود. المهم هاد الطبيقه زوينه هي هذيك، مويان كاين ما صغر منها كاين ما كبر منها، انا عجبني هاد القياس هذا. هادي خديتها من مكناس، كانت نيت معايا ماما فاش خديناها هاد الطبيقه البنات. شنو مازال ليا اخر؟ هي خديت الدوش، الدوش البنات هادو خديتهم الصخيرات، خديت الدوش البنات هادو، خديت هاد هادي ديال الصابون، وهادي فين كدار الشيته ديال السنان و دونتيفريس و داكشي، وهادي ديال الصابون هكا. المهم هادو كيجيو فيها ثلاثه ديال البياسات، كاين فيهم الالوان، انا خديتهم في الابيض، هادوك اللي كانوا عند البنات في الابيض في الدوش كان فيهم هاد بحال الاينوكس من هنايا، بحال هادي، هادي راه غنحيدها، كان فيهم بحال هادي. شنو وقع ليها؟ هادي تقشرات، كان عندي ديال هكا ديال الدونتيفريس وشيتات السنان، كانت عندي في هادوك التقيبات هكا فين كيتقشاو الشيتات، تقشرات كامله، هاد الاينوكس هذا كيتقشر مع المده والماء والدوش وداكشي كيتقشر. وكذلك هادي ديال الصابون، هادي ديال الصابون البنات، هي كانت كلها بحال هاد اللون هذا، كانت بحال هاد اللون كامله. هادي دابا كامله بلاستيك، ما عنده ما يوقع ليها البلاستيك البنات هكا في الدوش، ما كاين ما احسن منه. هادي البلاستيك الزاج غيتهرس لك في الدوش، الدراري غيهرسوه، هادو البنات كيتقشروا، ما تشريهمش. انا براسي هادي غادي نحيدها، غيبقى هادي ديال الدونتيفريس وشي سادسن، وهادي ديال وهادي ديال الصابون ديال اليدين، وهادي الصابون الاخر اللي كيكون مربع ولا. مهم هادي ديال الصابون، هادشي اللي كاين البنات. هادي بالنسبه للدوش خديتها حتى هي الدوش. شنو بقى اخر؟ خديتها البنات، بصي خديت البنات هاد القلع، هادي ميكا ديال الطبله اولا القلع، صافي خديتهم الصخيرات هذا في الكري، في الكري البنات تنحلو نوريه لكم، جاي بحال هكا المهم راه باين. دابا نوريكم الطبله اللي بغيت ندير في الكوزينه، ني تعطوني الراي ديالكم. المهم دابا راني عندي كيف قلت لكم بزاف الافكار كيضروا لي في راسي دقه واحده، ولكن حتى كتحطي كلشي وكتقدي عاد كيبان لك واش جات في ديك البلاصه، واش ما جاتش، واش تبديها، واش تخليها. المهم هذا القلع حتى هو مربع خديته، تنديرو في ديك الطبيله في الكوزينه نوريها لكم. واخر حاجه خديتها البنات اختي، يا اختي انتوما يا اختي المفاجاه الاخيره، ماشي تجبدوا ها انتوما، شي نهز لكم التليفون شويه تشوفوا. بنات خديت هاد لابلونت ارتيفيسيال، كنتو عارفيني كيعجبني انا الخضوره، كيعجبني النباتات الطبيعيه الحقيقيه، وكيعجبوني حتى هادو. شوفوا البنات هاد كتبان طبيعيه، هاد البو هذا خديته حتى هو مسخيرات. منين خديت نيت هادو ديال الصابون، خديت هاد شويه ديال الزكردات، شفتو هكا تلصق، دابا نشوف في لصقها كتلصق. قلت لكم البنات شوفوا خديت جوج، خديت هذا جاي في الخضر هكا، هادو قلت باقي غنحطهم في السرجم ديال الكوزينه، حيت هنا الديور مقاربين، منهم ديكور الكوزينه، منهم هكا يضرقوا شويه. و عندي الغريسات، عندي طبيعيين دايرهم في البالكون، دايره اربعه، كانوا عندي سته صخيرات، جوج كبار، جوج ديال لي بو كبار، واحد في البيض واحد في الخضره، فاش درت لكم في التالي جوله في داري منين خويتها صافي، وغادي نسدها، غادي نشدو الطريق هنا لمكناس، راه البالكون غيبان لكم فيه جوج ديال الغريسات كبار، جوج ديال لي بو كبارين، خليتهم تمايا. قلت بلا ما نجيبهم هنا، بان ليا فين ما سبحان الله فوق ما كنرحل كنخلي الغريسات في شي دار قلت بلا ما نجيبهم لهنايا ما غيزحموا ليا البالكون صافي، قلت غنخليهم. جبت غير الصغار ربعه، وهادو ارتيفيسيال شريتهم، خديت البنات هادي هانتوما شوفوا راه عاليه زوونه. وخديت شكيل اخر، هادو راه جبتهم اختي معايا من لهيه، شوفوا فيهم هاد الحجيرات هنايا جايين زوينين، هادي راه تكمشات عاد خصني نحلها. ايوا صافي البنات، هادو هما المشتريات اللي خديت، كي قلت لكم كل حاجه هانتوما شوفوا فنين كيجيو، هانتوما نهزهم شويه كيجيو زوينين، كيبانو بحال طبيعيين كتشوفيهم من بعد
يبان لك طبيعي وكيعطيو. شوف هادشي ديال الخضوره البنات غادي يديروه في الدار، والله انا بعدا كيعجبني كي سبحان الله كيبهج البلاصه كيفتحها. هادشي اللي كاين البنات، المهم انا هادشي كامل ان شاء الله غادي نهزو نديه للكوزينه اللي تغسلي تغسل اللي تمسحي تمسح، وغادي نقد معكم وقولوا لي المهم قدوا شويه. المهم انا كنقد معكم حتى نتوما دقه دقه. يلاه زيدو نمشيو للكوزينه باش ان شاء الله نردو كل حاجه للبلايصه ديالها. وصافي البنات جيت للكوزينه باش غادي نغسل داكشي اللي خصو يتغسل ونطرف ونرد كل حاجه للبلايصه ديالها. هانتوما البنات شوفوا الشبيكه، شفتوا فين درتها؟ جات زوينه صغيره وما شداش البلاصه، انا غير شفتها في مرجان عرفتها قلت هادي غادي تجي قد ديك البلايصه اللي كاينه في الكوزينه. صافي وخديتها، الثمن ديالها البنات واقيلا خديتها بشي 39 درهم، 35 39 39 ما عقلتش بالضبط، المهم ما فايتاش 40 درهم، هذا هو الثمن ديالهم في مرجان. صافي البنات غادي نغسل هاد المعينات، عرفتوا اش غادي نقول لكم شحال هادي ما درت لكم شي روتين وانا كنغسل في المعين. الماكينه كانت دايره فيا خير بان عيبي كيف كنقولوا، ولكن ملي كتولفي الماكينه والله الا كتعكزي تغسلي المعين بيدك زوينه. البنات اللي مازال كيسولوني عليها واش الماكينه غير تضيع الفلوس ولا نشريوها، اش غادي نقول لك؟ الماكينه الا كنتي مثلا غير انت بوحدك في الدار، يلاه تزوجتي غير انت والراجل، ما خدامه ما والو جالسه في الدار وهذا، فما غاديش تستافدي منها. علاش؟ ما كيكونش قوة الماء عين، صافي كتكوني بوحدك في الدار دغيا دغيا كتزربي على داكشي، ما كيكونش الوليدات اللي غادي يلهيواك، ماشي بحال تبارك الله كيكون عندها جوج ثلاثه أربعة الوليدات دير المدرسة جيب من المدرسة، أو حتى أنت كتكوني خدامة والوليدات والدار وأنت اللي كتكوني كطيبي كتعياي راه بطبيعة الحال. خصوصا المعنى راه ملي كتلقاي شي واحد مثلا غير شي مثلا كيكون عندك شي واحد معاك في الدار ختاك ولا شي حد مهم من العائلة معاك وصلات لك المعنى، راك كتفرحي ملي كتشوف غير داك البوطاجي خاوي، والله حتى كتفرحي وراه بحال هكاك الماكينه. انا كنقول بحال شي مرا كاينه معاك في الدار، خصوصا راكم عارفين انا بالحكم الخدمه ديالي بحكم الوليدات بحكم حتى انا كنطيب بزاف كنصايب بزاف ديال الشهيوات وهذا، فالمواعن كيتجمعوا بسم الله الرحمن الرحيم كاع خلينا بلا شهيوات بلا والو، كطيبي غير البيض ومطيشه وتعمري براد ديالاتي وتحطي تسلقي البيضات وبهنا وهنا، كتلقاي راسك ها البراد ها الكيسان ها المعالق الكسرونه فين سلقتيها، مهم كيترون الدنيا، فما كتكرهيش شكون اللي تغسل لك الماعن. فالصراحه البنات حيت بزاف كيقولوا لي عاوتاني لا غير تضيع الفلوس، لا ماشي تضيع الفلوس البنات، شي حاجه اللي غادي تستافدي منها، انا كنقول بالعكس ماشي تضيع الفلوس. فالبنات اللي بغاو يشريو الماكينه باستطاعتهم يشريوها، ولا باستطاعتها دير قرعه وتشري الماكينه، علاش لا؟ كتعاون وكتخليك انت. شوفوا حنا وقتنا ماشي كله غير الشقه والدار والكوزينه والتماره، لا حتى حنا بغيتي ديري شي نشاط، بغيتي تخدمي، بغيتي تدخلي لاصال ديال الرياضه، بغيتي تلقاي وقت تقراي فيه القران تحفظي فيه القران ترتاحي تجلسي مع وليداتك، راه داك الوقت زايد فيك كتبقاي جالسه في الكوزينه تغسلي في الماعن، اللهم تخدميه وتمشي انت داك الوقت تستغليه. انا هكا كنفكر البنات، وسبحان الله كل واحد والتفكير ديالها. المهم انا بالنسبه للبنات اللي كيبقاو يسولوني بزاف على الماكينه، انا قلت لكم الله البنات هاد الايامات ما عنديش، ماشي مازال ما انستاليناها ان شاء الله تنريق لها بلاصتها وغادي نشوف ديك الساعه فين غادي نديرها. والله كاين فرق، كاين فرق دابا انا راه جربتها وجربت بالماكينه وبلا ماكينه، صراحه البنات كاين فرق. ايوا المهم بعد ما غسلنا المعينات درناهم في الشبيكه يقطروا، دوزت على داك السرج دغيا دغيا حيت راك يلاه البارح مسحتو مزيان داك الزاج ديالو كلشي مسحتو. الا لاحظتوا البنات ديك هذا ديك الربيع الربيع الكذاب اللي لاصق في السرجم، هذاك هو اللي كان عندي في البالكون في السخيرات، والبالكون ديال السخيرات صغيور البنات، راه هذا البالكون اللي عندي هنا راه غيدير ثلاثه من دوك اللي كانوا عندي في السخيرات البالكون، اذا ما غاديش يجي تما كان جاي هو هذاك، اذا هنا ما غاديش يجي. فقلت للراجل ركبوا لي في السرجم، وكي قلت لكم هنا الديور مقاربين جا صراحه عطي منظر زوين في السرجم، كتكوني اغلبيه الوقت كندوزو في الكوزينه كطيبي كتشقاي كتغسلي ديك الخضوره حداك، وفي نفس الوقت كطاكي شويه هكا على الجيران كنشوفها فاصا فاص الجيران. هادشي اللي كاين البنات، ودرت دوك لي بلونط اللي شريت هادوك منين توصخوا راكم عارفين مع الغبره ضربي لهم وصله في الروبيني وتعاودي تحطيهم دغيا ينشفوا. حتى ديك الشبيكه البنات اللي خديت فين كيسقطروا الماء راه نقدر نهزها ونخشيها في السرجم
دغيا دغيا المعناس الا بغيتوهم ينشفوا. على ما نصايب الماكينه اختي، نرجع لكم الماكينه، حيت الماكينه كتخرج لك الماء الناشفين، وراها اقتصاديه اللي كيقولوا كتاكل الماء وكتاكل الضوء. لا راه بالعكس، الماء كتستهلكيه بيدك اكثر مما كت الماكينه. الماكينه راها اقتصاديه وكتغسل بالماء السخون، راه كتعقم. ايوا المهم رتبت داكشي في السرجم، عجبني السرجم. وبالنسبه للقرعات ديال الزيت عمرتهم، شفتوا بليش كانوا عندي هاد اللعيبات ديال العود، هادو كان عندهم عده استعمالات، في التالي قررت غندير في هذه. وكاينين دوك الاخرين، هادوك دير فيهم طبيصلات، دير فيهم الزيت الزبده وكوفيتير. المهم هادوك ديال العود كدير فيهم طبيصلات زليفات، وفي نفس الوقت بغيتي تحطي فيهم قريعات ديال الزيت. في التالي بقيت كنشوف شكون اللي غادي تجي، ما جاوش في هادوك، جات غير في هذه، صافي وخليتها فيها. وهذا هو الشكل النهائي. المهم بعد المعناس ديالي، من بعد ما غسلت كل حاجه وقديتها في بلاصتها، انتم شوفوا البنات المنيضر اللي عطى في السريجم جا، صراحه داكشي زوين زوين بزاف. ومهم تتقولوا لي نتوما اكيد الراي ديالكم. وبالنسبه لهاد الطبله هادي، هي اللي قلت لكم البنات غادي نوريها لكم قبيله فاش كنت كنوريكم القلع. هادي البنات ديال ديكاتلون، هادي تقريبا راه واحد العام، عام ونص، الله ما عقل، جوج عام ولا عامين. باش خديناها من ديكاتلون، واش 300 درهم او لا، واش 300 او لا 300 او لا 250، خديناها من ديكاتلون. صراحه زوين، هذه ديال الخرجات كنديوها بزاف للبحر، لقيت فيها شويه الرمله فاش كنت كنمسحها، كنديوها للبحر، كنديوها للطبيعه، الغابه. وعندي حتى الكراسه ديال ديكاتلون اللي كيتجمعوا حتى هما فنين البنات. هذوك الكرسي الواحد كيدير 200 درهم، ولكن راهم خفافين في الهزه، ما كيشدوش لي سباس، تقدري تبقاي دايره غير في الكوفر ديال الطوموبيل فين ما مشيتي. بغيتي اي ما تمشي بليصه، بغيتي تجلسي كتجبدي الكراسه وكتحليه وكتجلسي، خفيف ومريح في الجلسه. واخا غاليين، انا صراحه فاش الكراسه ديال ديكاتلون دايرين 200 درهم، خصوصا دابا الناس كيبغيو يتقداو بحال هادشي، قلت لا غاليين. ولكن ملي خديناهم راه كنا خدينا غير واحد، تقدر نرجع نخدينا الثاني، خدينا الثالث. هادشي راه قلت لكم راه تقريبا واش عام ولا اكثر، ما عقلتش بالضبط، كينفعوا في الخريجات. ايوا البنات، هذه الطبله ديال ديكاتلون ما كتشدش لي سباس، كتشوفها كتجمع انا كنت كنحشيها في داك البوفه اللي كتحل، اللي كانت عندي في الصالون، ما كتبقاش باينه نهائيا. تقدري ديرها في بيت ولادك، تقدري بحال دابا انا بانت لي نديرها في الكوزين، راك جامعه ما بيا ما عليك تجي. علاش كيقولوا لي البنات ديري ديك الطبله اللي كتلصق في الحيط، ديريها. علاش البنات انا غنوض نتقى وخصني عاوتاني، المهم خسران الفلوس وتصايبي طبله. وانا عندي هذه غير مجموعه حتى كتكون شي خريجات كنستعملها، علاش ما نستعملهاش، خصوصا انها عمليا نبغي نسيق ولا دغيا تجمعيها طويها وتحيديها من هنا. هنا درت لها البنات ديك البلاستيكه اولا داك القلع، بقيت كنشوف جا طويل بزاف، وكنت باغا نقطعو بالمقص، قلت لا ما نقطعوش غير غادي نطويه. وحطيت فوق منو ديك الطبيقه ديال الخبز، درت فيها الخبز، جات زوينه البنات شفتو. ايوا المهم كناسقو ونبدلو حتى النفسيه شويه. هنا الكراسه هادو اللي فركت معكم في السخيرات هادو دياولي، هادو كان الا كان عندي الزايد هكا كنحتاجو بحال هاد الكراسه هادو في الدار، دائما كيكون عندي مخشيين تحت الطبله. وهادو حتى هما هنايا شوفوا جاودنيت في الكري، داكشي باش خديت القلع في الكري، قلت الكراسه غيكونوا في الكري. وهانتوما البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبله. الفطور في الصباح اولا هكا ملي يكونوا غير قلالين هكا، انا غير انا بوحدي نفطر ولا غير راجلي ولا وليداتي. مهم بنت لي راها قاضيه الغرض. ايوا صافي، المهم تاد الكراسه البنات ما غاديش نبقى نخليهم هكاك مفرقين، غادي نديرهم هكا تحت منها، ما جاوش باينين، تنبغيوهم نستعملوهم عاد غادي نجبدوهم. واللي عجبني اكثر انها ما جات شاده لي المساحه كبيره زعما في الكوزينه وضيقت لي الكوزينه، لا نهائيا بالعكس. ايوا انا غزالت، غنسالي الفيديو 23 دقيقه، ما تنساونيش من اللايكات والتعاليق الزوين.